المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي موعد يأتي لتأكيد الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين للمضي قدما نحو تصور جديد للتعاون الاقتصادي، تعاون قائم على مبادئ إعلان الجزائر الموقع بين الطرفين شهر أوت الماضي. إن تنظيم هذا الحدث الذي يأتي غدا انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية إنما هو تأكيد صريح على الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمضي قدما في بناء تصور جديد للتعاون الاقتصادي القائم على المبادئ التي يتضمنه إعلان الجزائر الموقع بين الطرفين في 27 من شهر أوت الماضي. وما شعار المنتدى المرسوم بالجزائر فرنسا من أجل شراكة اقتصادية متجددة إلا تعبير عن رؤية سديدة حول الدور الذي يمكن أن يؤديه رواد الأعمال في كلا البلدين في رسم معالم هذا التصور الجديد وإضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الاقتصادي. اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وفرنسا تبرز من خلال تركيبتها مدى الرغبة في بعث التعاون على مستوى العديد من القطاعات الهامة. Il y a quelques semaines, la rencontre entre nos deux présidents Abdelmadjid. منذ بضعة أسابيع سجل اللقاء بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون محطة حاسمة في العلاقات بين البلدين. Ils ont posé les fondements d'une relation renouvelée. الرئيسان وضعا أسس علاقات متجددة كما تناولا مستقبل بلدينا وشعبينا وشبابنا. هذا الطموح التمسناه في بيان الجزائر الذي يدفعنا للتقدم في الكثير من القطاعات مثل التحول الطاقوي، الرقمنة، الصحة، الزراعة والصناعة. المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي هو دعوة صريحة لإسهام رواد الأعمال في بناء شراكة قائمة على التكامل والمصلحة المتبادلة. هذا المنتدى اللي راح يعطينا الفرصة أن نحتك بمستثمرين فرنسيين في ويعطيهم كذلك هم يجوا يشوفوا باللي الأشياء راهي تتغير وعندهم الضمانات وعندهم يعني التشجيعات والتحفيزات. السيد وزير الأول تكلم على كل القطاعات المفتوحة للاستثمار الاستراتيجي والغير استراتيجي، سياحة، فلاحة، صناعة الطاقة الشمسية يعني الصيدلانية. أتمنى أن يمكننا هذا المنتدى من إعادة بعث العلاقات الاقتصادية وعلاقات الثقة، كذلك العلاقات التي تمكن المؤسسات الصغيرة من اندماج في النسيج الاقتصادي المنتج بالجزائر. انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية فرصة لتجديد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، علاقات مبنية على الندية والمصالح المشتركة.